توا لا ماهل على اليمين ولا ماهل على اليسار، لا هو رئيس شعبة دخل ولا العمدة خرج، ارتحنا منهم هاك الزويز. هاي لازم هذا هنا حتى حد ما يحلحزو. الو اي نعم اها ها لا 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 المركز نتاعنا الوحيد اللي ما تحرقش في الجمهوريه. اي نعم دافعوا عليه المواطنين. اي المواطنين وقفوا بكل حزم. اي اي نعم الحمد لله يلزم نحطوا اليد في اليد ماله. اي باهي باهي ان شاء الله العاقبه خير. باهي عايا فينا مال اقعد 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 اقعد. مرحبا بيك بحذان سي الفايق رئيس المركز يشكر فيك ويعاود قال لي محليه العون جديد ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. قل لي كيفاش تعديت ايامات الثوره في الحومه هذه؟ والله شو نقول لك، المواطنين تاع المخروبه هما اللي يعاونوا فينا، يشدوا في السريق والقطعيه، حميناهم وحمينا وسلكت. الله لا يعاودك الايامات، الواحد يطلع النهار يخاف، يتيح الليل يتفجع. صحيح، ونزيدك حاجه اخرى بعد الثوره. مرتين تصير نقله للعوان، صحيح ولا؟ صحيح مرتين. ونحن تعرف على ما نقلوناش؟ عليه؟ المواطنين كبشوا فينا، وعملوا اعتصام قدام الوزاره، قال لك تنقلوهم نعملوا ثوره جديده. واعتصام وتظاهر وضرب جوع ووقفات احتجاجية. صح عليكم. صحيح، أما المشكلة وين؟ خسارة كبيرة ياسر. واحد صاحبنا زميلنا ضامر 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 قطعة متاع ضمار اسمه عثمان. شبيه مات؟ تي كان مات راه ارتاح، فكتوا يخدم في الصحراء 48 درجة في الظل. السلام عليكم. السلام خويا تفضل. تحب قبل السيد رئيس المركز؟ اقعد خويا اقعد. هذا عديت عليه. ما عادش فيه النار ولا العار. نحرق روحي في المركز ونخليها لهم تاريخ. بكية مذرحة كان يخذيت واحدة أخرى دوري جيم. شي عمل هذا؟ تتفرجوا انتوما شنو هذا؟ إيسانس يحب يحرق روحه. هزو هزو أمشي نعلم سي الفايق هزو دخلوه. امشي امشي. لا لا تهبط للجيول هبط هبط للجيول. من اللاعب هذا؟ يا حسان أشني الحس هذا اللي في البهو؟ يا هو فما واحد حب يحرق روحه تو بحذا الاستقبال هون. شو ليسانس شو الحال أمس؟ عجب هكي يحرق روحه انا عندي في المركز هذا انسان مجنون هذا. وين عايز تكون دلالك؟ وين كنا وين سمحنا؟ كنا في نعيم. هاك تشوف اخرتها قولوا بينا. امشي شوف لحد من اهله. باهي. يا حسان اش عملتوا فك الزويز؟ انا المعركة وشريكه. هم موجودين في حالة ايقاف عندنا. باهي رد بالك عليهم يهربوا. ردوا بالك هذوكم راهم مخطرين ناس، والله لو كان ما خافش من ربي، تو نسيب عليهم المواطنين يمشمشوهم هكا. مخطرين ياسر هذوكم. تعرف شنو هذوكم ياخذوا في الاعانات نتاع المواطنين نتاع القلالة نتاع المساكين نتاع المحتاجين ويبيعوا فيهم ويتقاسموا في الفلوس بتاعهم. نعرف نعرف يا سي فايق، فما ربي في الوجود، هاكا حالتهم كي الكلاب اللوت. أنا الجارب، قال له الجارب، أنت
تنجرب محيط الهادي ومعاهم محيط الأطلسي وديما صح ستار وكل شيء بالدار. قال له شير يا عجبكش نكبة نكبة يا ذوي أخوي نكبة. باش كون قال بيش يصير فينا هكا عندك اللي تامل تاني نوالي مازال باش يصير فينا أكثر من هكا عمد القوية. طاح قدرنا في طاح مالاش نقول ضو رئيس الشعبة والعمدة مدراك موقوفين مع الزبرات ما يسوى السورد يا ودي ينهي وقلت لي اسمعنا تترصينا في خم هذا لا 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 سمعت أيوة. استنوا نكمل التعسيلة ورأس العكري إلا ما نعملكم كمية يا عجبكش يب تساقيك. تعرف يا حسان الثورة هذه رد تحدي من ثلاثة كوارث. شنية هما ثلاثة كوارث؟ العمدة رئيس الشعبة وصاحبك عثمان. عثمان كلمني حقا وطلبارة في التليفون أموره تعبة على الأخر مسكين. هذا قديمة أموره تعبة مالا أنا يتهنى توا اللي متك عليه مش على روحه إيه مظلم مالا لعب هذا. ألو أي نعم سي عبد السلام. أها وزير مرة واحدة اتخذنا. شكون لي ولا وزير؟ يا حسان صاحبك خوه ولا وزير؟ شكون عثمان؟ أي يا أخي مش نحاوم من كتابة الدولة؟ ايش بك غارت يا ولدي؟ ثم ناس ما يتنحاوش راهو ضاربين غادي راس خيل ما يتحركوش من بقياحهم والله العظيم لو كان تحكم بالكاغة تلحرش رامي لعروقهم ايش بيك يا ولدي؟ اسمعني يا حسان برا امشي ساعة جيب لي هاك الزويز هذوكم هاك رئيس الشعبة والعمدة هاتهم لي حالا. باهي حاضر. قالوا راس الشعب الفعل قالوا راس الشعب. يا سي زبرات يا سي زبرات راهو يكون منك العقل يا سي زبرات يهديك يكون مني العقل تهزم معاه هتك جدك. قالوا راس الشعب يا سي زبرات ايش ايه توا سي زبرات وليت لنا باندي ترس شد بلاستيك وريد. سي حسين سي حسين هذا مرة مع دار الثورة يزم واحد يقضي عليهم نفرا نفرا. يحيى الشعب يحيى الشعب يقسم الهزة يا ودي اسكت. ايش هو؟ تعلمت لي كان الحديث الفارغ انت هو مع دار الثورة وانت عدو روحك شوفك الحالة اللي فيك. اش بها حالك؟ نورمال يا عجبكش ماكش باش تسكت باش نبدل معاك اللغة راهو ما تهبلنيش. هاي سي ضو هاي قوم انت عمدة سي الفايق حاجته بيكم امشي. اما عمدة سي حسين اما عمدة تعيط عمدة مازلت تعيط عمدة ما عادش عمدة سي حسين بعد الثورة تو ما عادش عمدة. يا دي باش تسكت ولا ايه؟ اقعد ترس اللوطة في القاعة وريث. باهي يا حسين يا حسين يا حسين لا قسم الافلام لا قسم الافلام امشي. قال له عمدة يا عجبكش دقيقة نشوفه فاضي ولا احتراماتي سي الفريق فما واحد يحب يقابله. نعم حاضر شكون قلو؟ قلو عمران الشبراوي رئيس لجنة حماية المشاهدين. كيف يا اخويا حماية المشاهدين؟ اي نعم حماية المشاهدين. يا حسان شكون هالزويزة دوما؟ يا سي الفريق ما عرفتنيش. العمدة ورئيس الشعبة هيا مرحبا هيا مرحبا بكم. اسمع ارتهنا عاد من هكا هاي ميلة على اليمين هاي التصويرة ميلة على اليسار هاي تجي منا هاي مغادي العلم هذا حتى واحد ما ينحيه مغادي. يا سي الفايق اللي فات مات تيرنا اصحاب 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 في السماء مش عادي انا هنا في المركز. يا عمدة تكلم. شو نتكلم سي الفايق اللي قلت انت هذا هو صحيح اللي فات مات أسد. اللي فات مات بالعكس اللي فات توا مش عاود يحيا من جديد ماله فتقوا يا حسان هز لي الزويزه دوما للجيور رجعها فيسع وجيب لي هكا نتاع لجنه حمايه المشاهدين كثرت عليا من جان هكا تحيا ثوره برا بركه غادي تحيا الثوره محسوب نعرفوا بعض راهو برا بركه برا يحيى الشعب برا بركه خليك يحيى الشعب برا توا كلكم وليتوا تحكيوا باسم الشعب ثوره كرامه وطنيه أقواكم في قلبان الفيستا بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت ليش شكون سيادة الانسبكتور عثمان الحنيش
عثمان جيت من الصحراء وقتاش راجع؟ جيت مرة واحدة. جيت مرة واحدة؟ على طول؟ باش تقعد بحذانا هنا؟ أنا بحذايا في المركز؟ سيرفايد سامحني توحشت بيروي خلنا مشي نشوفه. سكر بالمفتاح سيرفايد. لا ردوا ردان يا عثمان ردوا ردان ردوا ردان ردوا ردان. هاي هاي امبوسيبل رجع هاي به. واضح واضح يا سلفيق. حاضر حاضر يا سلفيق حاضر. هاي تفضل معايا يا سي عمران نمشيو لسلفيق تفضل. اهلا المعذوبة يا ولد. ما قلت لك عذوبة ما عادش تعودها عاد كلمة خايبة. صافي لاباس عليك عيشك صحتك بخيرك حسان. هيك ضعفت بس خانة غادي. هاي تفضل معايا سي عمران تفضل. بيروي راهو ذاك. هاي قوم من بيروي هاك خليت لك بلاصتي في الصحراء غاديك. ما تبنتع بشوية شيني معلمني حد. هاي تو جيك التعليمات. هاي قوم. هاي خويا سامحني من محل. الانسبكتور عثمان الحنيش ما عوض لي حد. ايوه ما انا قلت لي تحب تشكي بالتلفزه. اش عملت لك التلفزه سيدي؟ يا خويا مرضونه ملي تحل التلفزه تلقى كان الحديث هذا يسب في هذا وهذا يدعي انه خير من الاخر وجميع الوجوه تشوفها في التلفزه الاخرى. تحل التلفزه باش تفرهد تلقى كان الحوارات وتشرج الاعصاب. اي وانت سيادتك جاي تشكي بالوطنيه سبعه الوطنيه الاولى ولا التلفزه الخاصه؟ بالتلفزه الكل. التلافز الكل؟ التلافز الكل الكل الكل؟ التلافز الكل الكل الكل. ياسر كلام صورة بتاع كلام. يخلي العباد يتكلموا هو يحبوا يتكلم. يا سير فاير العباد يحبوا كلام الصحيح. معايا مليون أمضي شكوى ضد كلام اللي ما عندوش معنى. يا سير عمران خليهم يتكلموا خليهم يتحدثوا دي هذه فرصة. دي علاه شكى بربي؟ دي ما صدق ربي نجزناها المسألة والحمد لله علاه هكا. اي ده قوم يا سير برا امشي يجيب لي هالامضاء نتاع المليون واحد ويجي يقدم شكاية. الله يهدر معي يا ما الحكاية هاي. هاي في الامان. درامات يا سيرفايد. تعرفش كيفاش؟ برا خذ كونجي. امشي عام عامين امشي البحر. ما نعرفش نعوم. ادخل الغريق تو تتعلم سهلة. انت ما تو نغرق. هي ما نرجع للصحراء. ما نجمتهاش الصحراء صعيبة. ما نجمتهاش. الله يعينك سي فايق. عندي مشكلة سي فايق. حاجتي بيك. هاي تفضل. شكرا. رجعوني من المطار يا سي فايق. قالوا لي اللي أنا ممنوع مصفر. كارثة يا سلفايق كارثة. يا حاج يا حمامة افهم راهي الأمور تبدلت وتغيرت. احنا توا عايشين في زمان من أين لك هذا؟ يا سلفايق أنا فلوسي نظيفة ويخلف عجدود. أما عندي تهمة واحدة. هي تمويل التجمع. على خاطرني بنيت 6 لجان تنسيق و60 شعب. جاتك شوية تهمة تمويل التجمع؟ اش تحبني نعمل يا سي الفايق؟ كانوا كي يقصدوني ما نجمش نقول لا. وانت ماك تعرف كانوا هما اللي مشيوا لي في اموري. اسمعني يا حاج حمامه ورد بالك تدخلني انا في المساله اياك وتحكي لهم على الدار اللي بنيتها هذي. رد بالك. لا يا سي الفايق خطيك. احنا اصحاب. ما هي ضربه تجيك من صاحبك مالك كيفاش؟ اسمعني يا حاج تحكي لهم دوسياتك عندي. يا سي الفايق فك علينا من الدوسيات. يا اخي الحكومه قداش باش تحاسب وكيفاش؟ دي فلوس هذا داخله في فلوس الاخر. تحب لها دهر وما تصفيهاش. اتنى اتنى يا حاج حمامه اوك عملوا لي لجان. لجنه تقصي ولجنه تعز ولجنه تراقب ولجنه تعز على لجنه. هكا لجان هكا هكا تنى. يا سي الفايق اقتصادنا مراوج. لازمنا نصفيه باش كل واحد ياخذ حقه. مش هكا يا سي الفايق؟ سي الفايق شبيك سرحت؟
كثرت عاد الأحزاب وبدأت الجرايد كلني ناكلك. بالحق كثرت الجرايد تقريبا شي 5000 جريدة، كانوا 3 ولا 5 ولا 30 ولا 6000. تعرف جاب ربي ما جيتش مهروم بالكرة، تالي راني كل يوم نشري في 50 جريدة كيف كنت. يا ودي أنا 30 ولا 50 ولا 5000، أنا نحكي لك على عناوين الجرايد، وكل جريدة تطلع في الدوزة شوي. حسنا ما فهمتكش زايد، أنت نحكي معك زايد ما تفهمنيش خير. إيمان وعليش تحكي معي من أصل؟ سير فايق أهلا وسهلا بيك ومرحبا. يعيشك مرحبا بيك أنت. احنا جيناك اليوم بالذمة باش نسألوك شنو السر اللي خلت المركز متاعكم من ضمن المراكز اللي ما تعديوش عليهم في الثورة وما حرقوهمش. أولا وبالذات نشكر التلفزة الوطنية الأولى. مانيش التلفزة الوطنية الأولى احنا. أه مالا نشكر الثانية. نون بلو مانيش القناة الثانية. مالا شكونكم أنتوما؟ احنا قناة الياسمين اللي تبعثت بعد الثورة. أه مرحبا بكم. إذا كما قلت معناتها إجابة على سؤالك، كما قلت بادي انضباطهم المركز بتاعنا ما تمسش بسوء، لأنه المواطنين الكل وقفوا معنا، وقفوا وقفة حازمة، وقفوا معنا وكانوا درع للمركز بتاعنا. وقف التصوير. الأولاد برشا يحس بربي، سامحوني برشا يحس. تفضل سي فايق نعاودوا من الأول. من الأول نعاودوا؟ أي باهي. إذا كيف ما قلت لك يا سيدة، أو أنت سيدة ولا أنسة؟ سيدة. سيدة مرحبا بك. كما قلت لك معناتها المواطنين وقفوا معنا وقفة حازمة، وكانوا تمركز عليهم سيود على حالة، وهذاك ما خلى معناتها الأمور معناتها صارت معناتها كزي فوق الماء، ما صار شيء. هذاك علاش يلزم الأمن في خدمة المواطن، والمواطن كذلك في خدمة الأمن، والمتسلفة مردودة كما يقولوا. إذا العملية إذا كان مش ننظروا لها من النواحي معناتها الإنسانية، قفلة مع بعض حركات وارثة. سامحني الأولاد مازال يحس ما قصش، راهو قاعدين نصوروا رانا. شنو هذا يا جماعة؟ شنو اللعبة هذه؟ أنت راكم شوية من الحس، أنت راهو مركز أمني، شنو هي هذا؟ وأنا قاعد معناتها نتلي بحديث تلفزي مباشر يتعدى غدوة. مالا لعبة هذه؟ نعاودوا من الأول لو سمحت. لا 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 عايش كزين عاد مش نعاودوا من الأول، أنا مخي وراه بكا ويزي في البركة. شو مش عاودوا كلها من الأول عاد؟ تيجي قلت أنا ترجي من زمان تو ضرب من ساعة. لا لا عايش كاك هو فاهم. المشكل مش من نارا وسي الفيق، المشكل عندكم برشا حس هنا. إيش نعمل؟ ما هو مركز إيش نعمل؟ نقولوا للمواطنين يروحوا فما ناس تشكي. لا لا عايش وسع بالك. لا لا ورد يا ورد. لا لا عايش عايش لا لا يا سي الفيق. لا أي نحو عاد قلت لك شو ما تسمعش كلام هاي حتى لا زي ما لا شوف لا 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 اسمعني اسمعني ناحي الكاسات كذا يا ما تناحي الكاسات ولا من ناحية الكاميرا هاي مش نرجعوا للخزعبلات